يملك الحرية في التغييرات. ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ وتستمر الأحداث. هذا لا يحدث فقط في الأراضي الإفريقية. المباراة الافتتاحية الأولى هنا. أين؟ هنا نعم. إيمانويل أديبايور سينزع تماما لأنه أصيب. شوف الجهة حارس مرمى منتخب اثيوبيا والحارس سيكون البديل هو اللاعب اتيس هنسا لان المنتخب الاثيوبي استفاد كل استبدالاته ولا يحق له اجراء استبدال اخر. اجرى المدرب السيد بيشاو ثلاث استبدالات امام الجمهور النيجيري. الانتصار هو التاهل لنيجيريا. سجل هدف ثاني منتخب لكن الاسم ما زال اسم موجود اسم الحارس زاريهون تادالا لنيجيريا. فيكتور موسيس سيتصدى للركلة وفيكتور ممكن هدف ثاني ام لا. فيكتور يسجل هدف ثاني الهدف ومساكن يراوغ والسام لمساكن جول في الشباك حتى له في الشباك حتى نشجعوكم مهاشم زيا برك حسوا بينا الاولاد وقت اللي العزوز تقول برا ربي ينصركم والمراه تبطل قضيتها والراجل ما يمشيش لخدمته والولد الصغير يبكي على بونتو للخضره وقت اللي المرزوق يتفرج مع الباجي وحما يشجع الخضره مع الغنوشي ومحرزية اتصغرت هي والنصراوي وقتها نحسوا تونس متاعنا الكل جو تونس جو جو يا الخضره جو. راكشين التالي جماعة مروح في الوسط وزوز ملوحين القدام. Hallo alle Fans. Live aus Berlin aus dem Trainingslager. Einmal hat mich zu Fall gebracht. Aber es gibt Rache und Revanche, euer Big Ben. Ha ho he. Madrid. Is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly. We can turn back and over more. We know the world and all. We can turn back.